اتاي اللي ما يخداش شويه بحال هكا ديال العشيبات مباشره زيدو مع اتاي ديروا السكر والماء وديروا ما تشحر ما ديروا لا العلا لا شي بالا والو شربتهم الصباح مزيان العشيه مزيان اي ساعه شربتهم راه مزيانين بالنسبه للموز السكر ما ديروش السكر وشربوا عاديين بالنسبه عاوتاني هذه العشيبات اللي كلتهم مخلطين بالعسل الحر غادي نكلو بمعلقه ها هما كاينين بالنسبه لهم كلتو بمعلقه غادي كندير فيها الحشوه ديال الحبه السوداء كندير فيها بحشوه ديال السانوج خوت نجال الزنجبيل بزاف ديال المكونات اللي كتخلطوا مع العسل الحر هادو مزيانين بالنسبه للقبض ما كيديرش الرياضه ولا داير بلاصه في وسط من الدار ولا العمل دايم مريح في وسط من الكرسي الدوره الدمويه في وسط من الجسم كتولي الدوره عندنا مزيانه ما كتبقاش حابسه داكشي ديال المبال شي ديال النعناع شي ديال لاكراس اللي كيديروا ديال الصمت داك كتحرف ما كترفى شي وكيعطونا واحد الانرجي للجسم والقلب معلقه الصباح قبل الفطور ومعلقه ملي حيت بتنعس كان اتي كتبع لهم اتي من الاحسن بالنسبه هذا عاوتاني برودو ديال الماساج شي واحد كيشكل حرق ديال الظهر ولا بالنسبه للركابي ولا المفاصل هذه الزيت ديال العشوب وهذا كنخلطوا فيه العشوب والمخفض العظم ديال الجمل وشحمه الدروه ديالو قبل الاستعمال دير الدوش بالليل بالماء السخون هو الاول باش دوك المسام ديال الجسم كيتفتحوا بالسخونيه مباشره بعد ما الدوش ولا الحمام كدير الزويته كدير الزويته هي الاولى خد راسها اللي كضرك شي شويه من هذه الكريمه فوق من الزويته وكتقوم بالعمل ديال المساج ومن الاحسن كتستعملوه بالليل باش ما كيبقاوش على المريح بالنسبه عاوتاني ديال الشحمه ديال الجمل اللي عنده الضيقه ديال الحساسيه في المصدر ولا كتخش مرات بنادم خارج من الحمام ولا من الدوش كتكون عنده ديك السعله قاطعه في المصدر واحد شي شويه كدينا بالليل حتى كتبت نعس كتغسلها بالراحه مزيانه بالنسبه هذه بودر شيه على حسب التنحيف وعلى حسب التخسيس هذه قبل الوجبات معلقه الصباح قبل الفطور مع الحليب مع ضرب مع ضرب مع مستعمله مزيان قبل الوجبات بواحد ربع ساعه بواحد ثلث ساعه قبل الوجبه بالنسبه هادو هادو لوبان الذكر ديال الجميل على حسب الشباب على حسب الكيف على حسب ليطاج واحد المعلقه صغيره ولا واحد جوج معلقات كدير مع واحد القرعه ديال الماء الورد كتخلي حتى كيذوب بالنسبه اللي كيستعمل الحامض كيزيد مع قطرات ديال الحامض ملي حيت كتبدل عاد كنصور الشوربه بشره ديال الوجه ديالك شي حاجه مزيانه بالنسبه هذه النيله الزرقاء ولا كتسمعوا بالنيله الزرقاء بالنسبه على حسب الشباب على حسب الكل خلص من الفوس من الجبله شي حاجه راه مزيانه بالنسبه لما تستعملها لابو كتخلطها مع الحنه ولا مع الصاول البلدي وتديرها للبشره ديال الوجه وكديرها مع كديرها مع دارو مسوس معلقه صغيره مع واحد الكوب ديال دارو مسوس وكديرها للوجه ديالك بالنسبه هذه تبر ماء صحراويه ولا صقره صحراويه تركيبه ديال العشب هذه مجموعه ديال العشب هذه صقره صحراويه ولا تبر ماء صحراويه هذيك حنا نفتها معلقه صغيره جوج معلقة ديال الصابون البلدي وكديرها للجسم ديالك في الحمام ولا في الدوش قداش ما خليتها قداش ما تكون نتيجه من الاحسن ربع ساعه ثلث ساعه على حسب الاستطاعه ديالك بالنسبه هذه الزيت ديال الحشيش وهذا الشامبوان ديال الحشيش بالنسبه لصب التساخط ديال الشعر كيقوي الشعر كيمنع من التساخط هي اللي باغي انا كدير الزيت بالليل والصباح كتصب الشامبوان كتصبو جوج مرات في الاسبوع مرحبا بالنسبه هذه الحمه ديال الحنان ما تديش مع الكارو هذيك لا دير مع شي كارو ما تمشي بلا تلعى مرحبا هذه الحنان هذه الحنه ديال الشعر مخلطه بالاعشاب الطبيعيه وكاين هذه الحنه ديال الدير بدون مواد كيما هي شعر طبيعيه 100% هذا ما دور ديال الجميل اللي كيتخلط مع اللبان الذكر ولا بالنسبه كتستعملوا قبل المكياج ولا بعد المكياج كاين ما دور هذا بالنسبه للعينين والسخان ديال الراس بالنسبه هذا الماسك ديال الوجه كاين هذا باللوز والود الارغان كاين باللوزه والالوفيرا وكاين بالعكر الفاسي هذا صابون طبيعي 100% بدون مواد كيماويه شي حاجه معتبره للبشره ديال الوجه كاين بالالوفيرا صابون ديال الجليسين بليد بالالوفيرا كاين بالعكر الفاسي كاين بالورد كاين بالزهر بالحامض تقريبا شي سبعه الانواع ولا ثمانيه اللي كاينين فيهم بالنسبه هذا كحول بالنيله الزرقاء كيجي بحال شكل ديال القلم كيجي زرق بس من العين هذا الكحول الحار واخا تحرق شي شويه بوسط من العين ولكن ديك الدمعه اللي كتكون تهود لان كاين شي ميكروب ولا شي حاجه كتصفى وكاين هذا الكحول الحلو العادي طبيعي 100% بالنسبه عاوتاني الزيوت ديال الجميل كاين ديال الخزامه ديال الهنديه ديال الورد ديك الشيء ديال شعر طبيعيه 100% بالنسبه للكوفيه زياده ديال الوزن عاوتاني الباز ديال عاوتاني السمانو كاين اللي بغى يخاف كاين اللي بغى يغلط على حسب بالنسبه هذا عاوتاني زيت الغسول غسول مسقي بالاعشاب الطبيعيه وكاين هذا الغسول مسقي بالعكر الفاسي شي حاجه معتبره بالنسبه للاثمنه الخلطه ديال الاثمنه الشمنه 30 درهم مد الورد 30 درهم باكيه الزيت ديال الحشيش والشامبوان ديالو 40 درهم 40 درهم الصابون البلدي 10 درهم هذا البرودوي ديال المساج كنبيعوه ب 100 درهم كنحسب لكم 70 درهم بالنسبه لهذ القرعه اللي مخلطه بالعسل الحره كنبيعوها لكم ب 120 درهم كنحسب لكم 80 درهم بالنسبه لهذ الماسك هذو 15 درهم هادو 15 درهم بالنسبه لك الصابون هذاك الصابون الطبيعي كيدير 20 درهم هادي اللي شميتو منها بالنسبه على صابون الروح حسب شقه ديال الراس كدير 20 درهم بالنسبه للتصبير ما صحراويه حتى 20 درهم الحنا 20 درهم هاد الشحمه ديال الجبل كدير 25 درهم ولا بغا شي حاجه تفضل 20 درهم الزيت ديال الخوكا دير هادي 30 درهم كاين هذيك الماركه اللي مزيانه كدير 50 درهم واش على شاشيه ولا دير شاشيه 10 درهم اختي 10 درهم هذاك ماشي صافي هذا الغسول هذاك بلا كل فزعه 15 درهم اختي هذا 10 درهم